التصريح اللي بعد، مش عايزة حد لما أموت يعيط. مش عايزة صباح؟ طبعاً شحرورة أكيد، يبدل على شخصيتها أكيد. خلينا نشوف الصورة. الله يرحمها حبيبتي، جنن، الله يرحمها. أنت عيطتي لما ماتت؟ أكيد. بس تأثرت. هي قالت مش عايزة حد يعيط. تأثرت إنه فكرتي في كلامها؟ قلتي مش لازم أعيط عشان هلا؟ ما كتير عيطت إنه بطريقة إنه انهارت يعني، بس لأنه هي قد ما كانت إيجابية وبتحب الحياة، لما إجي لعيط حس إنه لا، هيدي المرة لو هلا عايشة وشفتني رح تزعل، لأنه مش هيدي شخصيتها. بس تأثرنا بعيد من هون يعني، الدفن لما كنا ما نقول مباشر على التلفزيون، ما فيك ما تتأثري. ما حضرتيش الدفن؟ لا رحت، أنا رحت طبعا بنفس اليوم عزيت، بس هو كان يوم كامل تصوير، فما فيك تقعدي كل اليوم يعني. لما رجعت بالبيت بالمساء وتبعت تأثرت، ما فيك ما تأثري. اسمعي موسيقتها وأغنياتها وهني عم بيودعوها الوداع الأخير، كان شغلة كتير صعبة. الله يرحمها. أكيد. مسلسل الشحرورة، ذكرياتك مع المسلسل. من أصعب الأشياء اللي عملتها صراحة. أول شيء كتير صعب إنك تعملي سيرة ذاتية لمسلسل 30 حلقة، وخطرة هالشي يعني. هو دايماً إجمالاً السيرة الذاتية بتكون دايماً أفضل بفيلم، فيلم ساعة ونص، بتختصر نقاط القوة تبعها كممثل وبتشتغليها. الصعوبة بالشحرورة غير عن بقية السيرة الذاتية اللي شفناها، إنه كان في 5 مراحل عمرية أنا لعبتها، فهذا كان جنون. وهلأ إذا برجع بعيد ما بلعب أول مرحلة، يعني أول مرحلة اللي صباح عمره 14-15 اللي هني أول 8 حلقات، تجيبي حد تاني يلعبها؟ إيه لقلك ليه، مش شي، ما خص إنك تبين صغيرة أو كبيرة. أصلاً هي صباح لما بتشوفي لها صورها هي وصغيرة مش شبه هاي الصورة بالشعر الأشقر، كان شعرها قصير وأسود وكذا يعني، أوريدي صباح هي وصغيرة مش شبه نفسها دلوقتي. فأنا كنت عاملة شعري أسود وكاريه وقصير، والناس حافظة صباح بالشعر الأشقر. فأول ما طلعت ب8 حلقات الله دي مش صباح، فبتحسي الناس أول شيء رفضت أول 8 حلقات، إنه لا مش صباح اللي منعرفها. وين الناس شافتني صباح؟ بس فتنا بالحلقات بعدين، يعني من استداءة من حلقة مثلاً 12-13 قصي لا، فت أكتر بالشخصية، لأنه كمان الشكل صار بيشبهها أكتر. المكتب الإعلامي للشحرورة ما كانوش راضيين 100% على المسلسل، وقالوا إنه في حاجات اتغيرت وتحرفت والكلام ده. لكن ما بتذكر، أنت رأيك إيه؟ ما بتذكر بالعالم العربي صار في سيرة ذاتية فيلم أو مسلسل وكانوا الأهل راضيين. ما حدا بيرضى، وكله بيطلع وبيحارب ومش كده، وبتدفع وبتسمع بدعاوي وبأمور وهيك. كان في دعاوي؟ دعاوي أكيد، إنه بالبداية يعني إنه لا في تحريف بالقصة، في تغيير، في هيك. بس إنه كمان الدراما أوقات بدها تحط بهار وملح، حبكة درامية، على إيه تعمل حبكة درامية. وفي قصص الناس فكرت إنه إحنا غيرناها، بس صباحية شخصيا خبرتنا إياها يعني، كانت بعدها عايشة لما انكتب النص وقريت النص، عدلوا بعض الأمور وشالوا. فمش مهم النتيجة، مسلسل يعني ما ضل في حدا ما شافه، مسلسل بعده لليوم مطلوب وبعده لليوم بينعرض بكل التلفزيونات العربية، فأنا جد سعيدة فيه. الشحرورة صباح شايفة لو رجعت بيها الحياة ممكن ما تخلفش عشان هي أهملت ولادها، هي كانت شايفة كده؟ هي قالت لي أنا إذا برجع لورا ما بخلف، لأنه أنا كنت كتير أنانية بالفن، حبي وشغفي بالفن حطيته أولوية بحياتي، ومرحلة معينة أولادي كانوا شيء ثانوي، وهذا الشيء بيخلي الولاد يدفعوا ثمن، تعمل لهم مشاكل يعني نفسية. وانت تأثرتي بالكلام ده وخلاكي ده تهتمي بعيلتك أكتر وبنتك أكتر؟ هلا طبعا هذا الكلام اكيد باخذته بعين الاعتبار، بس هذا الموضوع وهذا الشيء بالذات كنت انا حاسه فيه من قبل يعني، واخده بالي منه، وعشان كده كنت باخر جوازي، وعشان كده كنت باخر الامومه، لانه كنت عايزه اكون ام مثاليه لطفلي، وانا كده مع بنتي يعني. انت شايفه نفسك مثاليه؟ كثير منيحه. لازم اسالها بقى، لازم نسالها. شوفي قد معلقه فيي، شو ما جبلة مين ما جبلة مين ما هيدا ماما يعني، ربنا يخليك. معلقه فيي بطريقه مش انه، لاني بقضي معها كواليتي تايم، مش مهم بس انه يلا شوف الولد بوجهي اقعد معه. في امات بيقعدوا مع اولادهم 24 ساعه وما بيفيدوهم، ما بتعلموا منه الولاد، مهم الكواليتي تايم، نوعيه الوقت. تعملي ايه معها في الوقت اللي تقضيه معها؟ كثير اشياء كثير. اول شيء طبعا بقرا لها كتب، بترجع هي بتقري لي، بترجع هي بتخبرني القصص، بقعد على الارض بلعب معها بالتفاصيل العابها، بعلمها الحروف. هلا عمرها 3 سنين ونص،
بعد ما بلشت تكتب وتقرا يعني، بس انا بعلمها اوريدي ادفانسد يعني، تعالى هلا بتعد بالعربي بالفرنش بالانجلش، واو. بتغني بالعربي بالفرنش يعني عرفتي، بشتغل عليها كتير.